السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبابي، سررت مجددا بلقائكم. اليوم بإذن الله سأشارك معكم طريقتي الخاصة لصنع أي مجسم كيفما كان وبأي حجم أريد وبطريقة بسيطة وسريعة للغاية. إذا الطريقة على بركة الله، وسأخذ كمثال مجسم لكرة القدم كما ترون معي. سنعطوه بهذا الحجم وأيضا بهذا الحجم وأيضا بهذا الحجم، كبير جدا. إذا الطريقة التي استخدمت ببساطة فهي فقط بحثت عن نشر لمجسم كرة القدم، ثم بعد ذلك قمت بإلصاقه على ورق مقوى، ثم تقطيعه ليصبح هكذا، ثم بعد ذلك قمت بتاني جميع الأحرف الموجودة بهذا الشكل ليسهل جمعه وإلصاقه. أيضا هناك كما ترون معي جوانب هي التي نقوم بإلصاقها مع بعضها. إذا الشكل بعد نهاية اللصق سيصبح هكذا كما ترون معي. وبالنسبة للأحجام الكبيرة، كيف قمت أو ما هي الطريقة التي استخدمت؟ فهي فقط قد شرحتها بفيديو سابق أو بمشاركة سابقة، سأترك لكم رابط الفيديو أسفل هذا الفيديو. أيضا سأترك لكم نشر كرة القدم هاته وأيضا نشر أخرى لمجسمات أخرى مع الصور بالتفاصيل. وبعد تطبيقكم للشرح بالفيديو ستحصلون على نشر كبير لأي مجسم، ثم بعد ذلك إلصاقه على ملفات كما ترون معي. يمكن جمع هذه الملفات فقط باستخدام اللصاق البلاستيكي، ثم بعد ذلك تقطيعها لتحصلون على هذا الشكل، ثم إلصاقي الأطراف مع بعضها. مكان اللصق فهو محدد أيضا بالنشر، فقط تنيه وإلصاقه واستخدام لصاق مائي جيد. وفي الأخير أتمنى أن تكون طريقتي الشخصية مفيدة لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.